معاكم منى السعد، عمري 33 سنة. لعبتي التنس الأرضي، صار لي تقريبا 10 سنين ألعب، وبعدها حاولت التدريب. كنت ألعب بالجامعة وحبيت اللعبة، وبعدين حبيت أن أنا أخذ طريق الاحتراف وكملت باللعبة. جربت طائرة، جربت سلة، لكن التنس يتم يعني لعبة غير عن باقي اللعب. البطولات اللي شاركت فيها، شاركت هنا ببطولات بالكويت، وشاركت ببطولات بالخليج، الحمد لله حققت فيها مراكز. شاركت ببطولات محلية وشاركت ببطولات بالخليج، وآخر بطولة حققتها كانت بطولة بالدمام قبل تقريبا شهرين أو شهرين ونص، جبت فيها المركز الأول الحمد لله. استعدادات يعني من ناحية التدريب، من ناحية يعني هو الاستعداد ما يكون بس بالملعب أو فترة التدريب، لا، الاهتمام بالتغذية، الاهتمام بالنوم، الاهتمام بالتركيز، يعني كلها تكمل بعض على أساس أن الواحد يقدر أنه هو يعني ينجز بالبطولات. احنا عندنا هنا بالأكاديمية نهتم باللاعب إن أكثر من ناحية، من ناحية تطويره كتكنيك، من ناحية الفوتورك، سرعته بالملعب، لياقته. يعني احنا هدفنا بالأكاديمية إن احنا اللاعب يطلع من الملعب وهو مستانس وحس إنه هو أنجز بالتمرين. بالنادي تقريبا هو كل فئة تقريبا مرتين بالأسبوع يدربون. التمارين نفس ما قلت لك إن هي تشمل الكوردينيشن، طبعا هو كل فئة يكون لها تمارين مختلفة عن الفئة الثانية. مثلا عندك الصغار تمارينهم غير عن الكبار، لأن في الصغار ممكن إن الفترة اللي إن أنت ما تعطي وايد تعليمات لأنه ما يستوعب معك، يعني هو حاب إنه هو مثلا يلعب، إنه هو يطق الكرة، لكن ما تعطي وايد تفاصيل مثلا بالتكنيك، غير عن الفئة اللي شوي أكبر اللي هو ممكن إنه هو يسمعك، ممكن إنه هو يفهمك. ف يعني كل فئة تدريباتها أو تمارينها غير عن الفئة الثانية. هو أكيد يعني حتى لو يكون مثلاً تدريب جروب هم يتم في فروقات فردية بين اللاعبين، فممكن اللاعب اللي مثلاً مو ضابط الحركة تعطيه تمرين يساعد أنه هو يضبط التكنيك أو أنه هو يضبط الحركة بالملعب. اللي ينقصنا في النادي الملاعب الداخلية أو ملاعب الاندور، لأن يعني الجو بالكويت الجو حار، ففترة التدريب ممكن تكون قصيرة اللي هي من بعد ما تغيب الشمس لي خلينا نقول الساعة 9 أو الساعة 10، فيعني الفترة تكون قصيرة. أما لو كان عندنا ملاعب الاندور راح تكون فترة التدريب ممكن تكون من الصبح ليل فترة الليل. أنصح اللي ما يلعبون رياضة إن هم يبلشون من اليوم إنهم يلعبون رياضة، لأن الرياضة يعني تفيد وايد بالصحة، مو بالضرورة إنه يكون على مستوى احتراف أو إنه يكون كمجهود عالي، ممكن كيومين أو ثلاثة أيام بالأسبوع كافية إن الواحد يحافظ على صحته. اسمي حور وعمري 15 سنة، ولعبتي التنس الأرضي، صار لي باللعبة 4 أشهر ونص. كنت دائما أدور لعبة that expresses me وكذي، فهذه اللعبة اللي لقيتها نفس my personality. لعبت وايد رياضات، سباحة، سلة، تنس طاولة، بس لقيت تنس الأرضي أحلى حكي، إن الانفايرمنت وايد زين والكوتشز وايد سبورتيف. منك يومين بالأسبوع تماريني كلها تدريب على الفورهاند وباكهاند وسيرف، يعني البيسكس مالوت التنس، بيعلمونا مو بس شلون نسويها، شلون نطورها ونخليها بيرفكت. يعني اذا كان عندي نقص مثلا بالسرعه او اي شيء، الكوتش هو يجي ويقول لي سوي كذي، ركضي 1 لاب 2 لاب اللي هو يشوفه صح حقي. اول شيء النادي وقته ليلي، ف it goes very good with my schedule. اقوم الصبح اروح المدرسه، أرجع أسوي كل ماي هوم ووركس لي وقت النادي. قدوتي باللعبة عالمياً سيرينا ويليامز، ومحلياً كوتش مونا. طموحي إنه يكون عندي رانك عالمي وأشارك بويمبلدن. اللي شجعني هما أمي وأبوي وإخواني، هما كل ما حسيت بضيقة أو حسيت إن I'm not good enough هما يقولوني لا أنتي زينة وكذا. ماكو وايد تنس إكويبمنتس بالمحلات وكذي ولا أكسسوريز، فأتمنى يكون في أكثر. أنصح البنات اللي بعمري اللي ما يلعبون رياضة إنهم يلعبون رياضة، عشان رياضة مفيدة حق الجسم وحق العقل وتقوي
قوة التركيز عندكم. اسمي لطيفة طلال باقر، لعبت كرة طائرة في نادي سلو الصباح، ألعب مركز 4. أنا ما بديت بولا رياضة، بس بديت بكرة الطائرة ومن أنا عمري 16، أنا حاليا 18، واستمرت فيها لحد الحين. سبب اختياري حق كرة الطائرة حسيتها غير عن باقي الألعاب الثانية، لأن اللعبة ما فيها احتكاك نفس الألعاب الثانية، وحسيتها متميزة عن باقي الألعاب. بعد طموحي أن ألعب منتخب الكويت وأمثل دولة الكويت فيها، وألعب بالبطولات العربية وناخذ مراكز فيها. أنا ألعب مركز 4، لاعب مركز 4 أغلب الشوتات يكون عنده، تقريباً 60% الرفعات تكون عنده، وهو لازم يحرز النقاط من عنده. اللي دائماً يشجعني هما أهلي ورفيجاتي وفريقي اللي معي بالنادي، وخاصة أن أبوي يشجعني أنه هو دائماً يحضر تماريننا ومبارياتنا، ويحاول يكون مع تواصل مع الكوتش عشان عنده علم على المستوى اللي إحنا حالياً فيه. أنا كطالبة أول سنة جامعة أحاول أن أختار كلاسات تكون الصبح ما تعارض وقت النادي، وأحاول أن بعد ما أخلص كل كلاس أن أحدد الأشياء المهمة وأحاول أوازن بين الرياضة والدراسة. البطولات اللي تصير بالكويت قليلة، لكن اللي شاركت فيها هي بطولة تنشيطية نادي عيون بالجهرة حق الناشئين، والحمد لله أخذنا فيها المركز الأول، وشاركنا بالدوري الممتاز اللي صار قبل كم شهر، والحمد لله أخذنا الأول وخذت أفضل لعبة شاملة. إنجازي كخذت أفضل لعبة شاملة بالدوري بعد انقطاعها مدة طويلة بالنسبة لي إنجاز وايد كبير، وهذا الشيء يشجعني أن أتطور زيادة وزيادة. اللي خلاني أوصل حق هذا المستوى أن أحاول أنظم حياتي، أحاول أنظم أكلي، أحاول أن أحط لي أهداف وأنا ألعب وأحاول أوصل لها وأقوي من روحي ومهاراتي. إحنا عندنا مدربين، كوتش سامية هي اللي أسستني أول شيء لمكتب الناشئين، وبعدين صعدت حق السن العام، ومدربنا كوتش مراد هو اللي غيرني من مركز كنت ألعب سنتر، خلاني ألعب 4 وتطورت فيه. اللعبة الكويتية ما ينقصها شيء، تقدر يعني تنجز أشياء مثل حاليا ما تشوفون البنات قاعدين ينجزون، لكن احنا نحتاج إن دعم مثلا من الاتحاد أو إنه يسوي لنا معسكرات وتدريبات ومباريات ودية. أنصح كل بنت إن من أول ما تفكر تبديش نادي تدش بدون لا تتردد، وتطور مهاراتها وتجتهد بهذا المجال.